الزمالك، احنا مرشحين داخلين نادي ان احنا اعضاء بنمارس حقوقنا، الناس مش عايزه تدخلنا. ادي نادي الزمالك، ادي الناس اللي بتتعامل في نادي الزمالك. يا ريس لو سمحت عايز ادخل جوه انا. لا محمد لا بهدوء بهدوء بهدوء. يعني هم لو جامدين كده وعارفين ان هم عمرهم ان شاء الله ما يكسبوا انتخابات، الاعضاء دول كلمتها والتغيير قادم. وارحل يا مرتضى، بقول لك ارحل يا مرتضى، ارحل كفايه 30 سنه جربت نادي الزمالك، ارحل يا مرتضى، ارحل يا مرتضى، 30 سنه جربت نادي الزمالك، ارحل يا مرتضى، ارحل يا مرتضى، لو رحت هتطير، بقول لك ارحل، كفاياك، كفاياك اللي عملته في نادي الزمالك، كفاياك يا مرتضى، كفاياك، كفاياك اللي عملته في نادي الزمالك، كفاياك، حرام، حرام جربت نادي الزمالك، حرام جربت نادي الزمالك، كفاية، كفاية حرام عليكم، ربنا ينتقم منكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ظلمتوا الأعضاء، وظلمتوا الناس، وظلمتوا جماهير نادي الزمالك. الجماهير ذنبها ايه؟ ظلمتونا، حرام عليكم، جبتوا لعيبه بمليارات، جبت لعيبه بمليارات، كنت بتشيل المدرب في 3 دقايق، حرام عليك، كفايه كده، ارحل يا مرتضى، وانا بقول لك ارحل جوه النادي، لان انا عضو النادي قبل انت ما تيجي النادي، قبل ما تعرف سور النادي ده فين، ارحل يا مرتضى، ارحل يا مرتضى، ارحل يا مرتضى، دبل سكور ان شاء الله.